ايه الهيد بتاعتها؟ ايه بقى اللي عندي فيها؟ ادي اول حاجه عندي الاي اهي، ادي الاي، تمام، كله عارف الاي فين طبعا، عينيها، وده البيك، ابر بيك ولور بيك، ده الابر وده اللور. ايه الفتحتين اللي عندي البيك من فوق؟ النيرز، تمام. ايه بقى الصغير اللي فوق ده؟ عشان هي لسه صغيره. واللي تحت الدليتين دول الوتر، تمام. ايه بقى الفتحه دي؟ الودان بتاعت الايرز. اهو الفتحه دي الايريا دكاتره. كله شفت الودن يا حسن؟ دي الايرة اهي، اتحرك عادي. شفتوها؟ ماشي. بعد كده ندخل بقى جوه. حاضر، لسه هشوف اهو. ايه القرف ده؟ ده ايه؟ لسان؟ ده التونج بتاعها. ده ايه؟ مطلعه لكل سنة اهو. ده التونج بتاعها. ايه بقى الشق اللي فوق ده؟ ده الشق اللي فوق عندها في الهارد بلد. اسمه النيزل كليفت. نيزل كليفت، ماشي؟ يلا ندخل بقى على الرقبة. ايه الحتة المثلثة البيضة دي؟ ما عشان العيال ورا. ايوه دي اللارينكس، الحتة البيضة المثلثة دي اللارينكس. ادك حاضر، حاضر والله. يلا يعني فيلكوا يا جماعة، هي حتة جامدة كده كارتليجنس كده، دي اللارينكس. حاضر حاضر والله. كله شاف اللارينكس مكانها فين؟ كله عارف خلاص؟ طيب اللارينكس دي داخلة على فتحة ايه بقى؟ أنا باجي دلوقتي أهو أجي أبص ألاقي في اتنين تيوب نازلين جنب بعض، واحدة كارتليجينوس وعبارة عن رينجز كده وجامدة شوية، وواحدة ايه ماسكولار طرية. ايه بقى اللي عبارة عن رينج دي؟ دي التراكية. وايه اللي عبارة عن الطرية شوية دي حتى مفتوحة اهو؟ ده اللي السفنكس. بصي، لا لا انت كده داخلة فين؟ دي التراكية اهي، وده اللي السفنكس اهو. لا جنبها اهو، ماشي جنبها اهو. هو ده، شوفي الفتحة بتاعته اهي، ده اللي السفنكس اللي انا دخلت فيه، اللي دخلت فيه الفورسبس، ده اللي السفنكس. انما دي اللي هي بدايتها اللارينكس طبعا ايه؟ تراكية، ماشي. بعد كده بقى نيجي للسايموس جلاند. السايموس جلاند بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة على جانبي الرقبة بتاعت الفرخة على الجهتين. هلاقي هنا ممكن سبع لوب وهنا سبع لوب، عبارة عن لوب حمراء كده موجودة على الجهتين بتوع الرقبة. ادي حتة اهي، شايفين؟ ادي لوب، لوب صغننة اهي، ادي لوب، وادي التانية، وادي التالتة. اهو كل دي السايموس يا دكاترة. طبعا السايموس طبيعتها بتبقى امبيدت في الفات، فانت هتلاقي حتت حمراء وحتت بيضاء، حتت حمراء وحتت بيضاء. مش جيت ما تجيش بقى تشاور على الابيض وتقول له يا دكتور السايموس اهي، هيقول لك غلط. الابيض ده الفات، لكن الاحمر هي السايموس اهي، ماشي؟ هي دي اللوبس بتاعت السايموس. السايموس طبيعي بيحصل لها اتروفي امتى؟ شفتها؟ مش شفتها احسن؟ على جنبي داخل بذمتك ده في النص؟ يعني كل ده في النص ازاي؟ ادي الجنب التاني اهو، هنا واضحة شوية اهي علشان على الجلد اهي، تمام؟ دي السايموس. اكتر مرض بيجي في السايموس يعمل لها اتروفي كان مرض ايه؟ الايه؟ انا لسه قايله المره، ايوه التشيكن انفكشس انيميا. برافو. السايموس بيحصل لها اتروفي امتى طبيعي؟ لما توصل الماتوريشن، يعني مثلا على من 11 ل 14 اسبوع كده يحصل لها اتروفي طبيعي هي والبرس، ماشي؟ ندخل على جوه بقى.
ده الارسم بتاعها هنا حلو قوي كويس عشان نوريه لكم. اوعي تقطعيه. ده طبعا ايه ده الهارت، وايه الفات اللي فوق ده اسمه ايه؟ الكورونا ريفات. هوريها لكم ادي الهارت اهو، وده الكورونا ريفات. عليا النعمة بلف كده. ده الهارت والابيض اللي فوق كورونا ريفات اهو. الهارت والكورونا ريفات. يا حبيبي بقى كله شاف الهارت والكورونا ريفات. ماشي. ايه الغشاء الرؤية اللي بيبقى على الهارت ده؟ ايه الغشاء ده اللي بيحيطه؟ طبعا ده البريكارديوم. اهي هي جوه غشاء اهو متغلفه اهي. ده ايه؟ البريكارديوم متغلفه اهي. ده البريكارديوم. تمام. ماشي. نيجي نوريكم الارسك بقى الطبيعيه الجميله بقى. شايفين الارسك دي اللي احنا شفناها كانت بايظه خالص ومتدمره نفسيا؟ دي كانت تربد ومش شايفه من تحتها حاجه خالص، مفيش حاجه كده محطوطه زي الجلده كده. شايفين الارسك الطبيعيه بقى عامله ازاي؟ اهي شايفين الحاجه الغشاء الرقيق خالص اللي عامل زي الكيسه اللي جوه الشفاف ده اللي باين من تحته حاجه بينك، باينه من تحته اللنج ولا مش باينه؟ حاضر. شايفه الارسك عامل ازاي؟ رقيق خالص وترانسبيرنت لدرجه ان الايه؟ اللنج باينه واضحه واضحه من تحته اهي. شايفه؟ ده الطبيعي، لكن اللي احنا شفناه اللي كان في السي ار دي لا يمت الطبيعيه بصفر. كله شاف؟ كله شاف الغشاء ده وشاف من تحته ايه البنك اللي تحته ده بقى؟ دي اللنج. شفتوا اللنج والارسك خلاص؟ ماشي. رغي مش عايزه رغي. شايفين التمانية اللي جوه دي؟ شوفها كده يا بيتر واضحه عندك؟ شايف التمانية دي؟ دي انا بزق الهارت لقدام كده وابدا اشوف حاجه عامله زي التمانيه كده. دي التراكيه البايفوركيشن اللي بيجي فيها اكتر مرض بيجي فيها ايه؟ اللي بيعمل كيزياس بلاد الاي بي. حاجه عامله زي التمانيه عندك اهي. اهي انت بتزق الهارت، زق الهارت لقدام اهو وتبداي تشوفي حاجه اهي. دي التراكيه اهي واتنين واتنين. شفت التمانيه؟ التمانيه شبح مش هفضل التراكيه البايفوركيشن. ما اعرفش بس ما اعرفش هو بيتعمل ازاي عشان ما نوقفش حاجه. ما هي صغيره دي البرونكاي بقى داخله على ايه؟ على اللون. حاجه عامله زي الثمانيه كده التراكيه البايفوركيشن. انا بسمع. شاور لهم يا ثمانية سبعة هي كده سبعة كده ثمانية. لما نيجي نشخص الاي بي نفتح بقى الاثنين دول ونيجي نبص لو لقينا في كيزياس بلج في الاثنين حتت جبنه زدها كده يبقى ده كده اي بي. قالت يا بيت اهي ثمانية. عظمة ايه الترقية البايفوكيشن؟ الترقية طالع منها التوبرونكاي بتوعها. شوفي فيها الثمانية دي بيضة حاجة بيضة. شفتيها خدتي بالك منها؟ جوه بس بقى. حد لسه ما شافهاش؟ مش انا اقول ثمانية ثمانية. اللي ما شافهاش يجي لي في الاخر وانا ادخلها كده اهو عشان يشوف. لا والله بجد اصلها فعلا ما تشافش من بعيد، لازم البعاد دول يجوا قريب علشان يشوفوا. بعد كده ده ايه؟ ده الليفر. ده الليفر طبعا. ده هو لا الحاله دي فيها كوكسيديا، فالكوكسيديا بتكسر كرات الدم الحمراء.
فبتعمل انيميا اصلا، فهتخلي كل الاورجانز من جوه مالها بيل صح. فده ايه؟ ده الليفر. الليفر كله عارف مكان الليفر. ده شكله طبيعي؟ لا هو مش طبيعي قوي برضو، يعني ايه عشان بقاله شويه فغمق. ده الليفر. بعد كده يا دكاتره نيجي بقى للدايجستيف تراك بسرعه. مش كدني؟ الكدني والحاجات دي خليها بس الوقت. مفيش كدني؟ مفيش اي حاجه؟ الاسوفيجاس يا جماعه نهايته بيبقى دي ايه؟ دي كروب. دي الكروب بس طبعا عشان هي مش واكله ففاضيه. شغالي هنا كده؟ مش شغاله كده. على فكره واضحه هنا. انت فين هرش انت كده؟ طب يا دكتور مثلا اللي يفتح الكروب ده يلاقي اكل مخلوط بدم ده ايه بقى؟ دم ده ممكن احتمال يكون مثلا حصل لها تروما، او ممكن في انابوليزم، او ممكن ريد مايت، اي حاجه من دي، او ممكن كان في بلاد سيست واتعملت فرقعت، بس غالبا ممكن يكون كانابوليزم يا رب. مع اي تغير بقى في الاورجنز من جوه ابدا ادي احتمالات لامراض تانية صح؟ بتقول ايه؟ مع اي اختلاف في الاورجنز من جوه ابدا ادي احتمال. ايوه ماشي. دي الكروب اهي. حد يجي يقول لك هات لي الكروب، تقوم انت تقعد تفتح له بقى وتدور جوه. الدكتور كامل طبعا لو شافك بتعمل الطريقه دي خلاص هو يعرف ان انت عمرك ما شفت فرخه اساسا. فهي موجوده الكروب من بره على البكتورال مصل. البكتورال مصل عليها اهي. دي المليانه ودي الفاضيه، عشان لو جات لك فاضيه ممكن تقعد تدور وتقول هي فين هي فين اهي، بس دي فاضيه. يلا المصل دي اسمها ايه؟ المصل دي اسمها البكتورال مصل. طبيعيه كده ولا مش طبيعيه؟ مش طبيعيه خالص. ده جميله جدا. اولا هي نايمه على البون، البون بتاعتها اسمها ايه الاول؟ الكيل بون. طب هي كده طبيعيه ولا الفرخه كده مصيتد ولا حلوه؟ حلوه بس ما شاء الله. حلو جميل. طبعا امتى اقول بقى ان هي مصيتد؟ لما العظمه تبقى باينه. لما العظمه دي بقى الاقيها طلعت ببوزه عامله زي حد السكينه كده ابدا اقول ايه مصيتد. زي زي المنظر ده. المنظر ده طبيعي؟ مش طبيعي، مسيفه عشان الكوكسيديا اللي فيها طبعا متخلقه مصيتد، لان كوكسيديا كمان في الاواخر جامده، لكن دي لسه في الاول. تمام. دي كوكسيديا ودي كوكسيديا. خلاص شايفين المنظر ده؟ دي مش طبيعيه لكن دي طبيعيه عادي. طب المصل دي اسمها ايه؟ دول بقى طبعا الساي مصل اهي. الساي مصل والساي مصل دي البكتورال مصل. نيجي للدايجستيف تراك بقى يا دكاتره. احنا قلنا الاسوفيجاس، وبعد كده الكروب، وبعد كده الاستومك. الاجزاء بتاعت الاستومك كام جزء في الفرخه؟ اثنين، واحده جلانديولار وواحده ماسكولار. الجلانديولار كانت اسمها ايه؟ والماسكولار كانت اسمها ايه؟ اسمها الجزر. تمام اهم. ادي البروفن تروكلس وادي الجزر. هجيب لكم اهو يا شباب، انا عارفه ان انتوا تقعدوا تقولوا انتوا مش عارفين. دي البروفن تروكلس، دي الجزر. دي بتبقى جامده شويه، اللي جامده شويه دي طبعا الماسكولار اللي هي الجزر. لكن دي البروفن. ايوه دي بقى البروفن تروكلاس اهي يا جماعه. قلنا عليها جلانديولار بارت عشان بتفتح تلاقي عباره عن نتوءات جوه كده. بنلاقي عباره عن النتوءات. لا ما بتتاكلش دي، ما بتتاكلش الانثى اللي بتتاكل. جلانديولار بارت علشان البابلي اللي جواها مديها شكل الجلاند بالظبط. فايه جلانديولار بارت اهو. وده ماسكولار بارت جامده شويه، ده الجزر، دي اللي بتتاكل. ماشي ما علينا. بعد كده ندخل على الانتستين. قبل ما ندخل على الانتستين دايما يسالك، وعشان انت بتتلخبط في الاورجانين دول، الاسبلين والبنكرياس. فين الاسبلين؟ عشان تجيب له الاسبلين هنوري هنا الاول وبعد كده نجيب. ادي الليفر وادي الجزر. ده هتمسك الليفر بالجزر دي كده وتقلب ورا، هتلاقي ايه؟ ده الاسبلين. ده ادي الليفر والجزر، بتقلبيهم بس كده هتلاقي ايه؟ ده الاسبلين. استنى كده، شفتوها؟ بصوا يا جماعه، ادي الليفر والجزر، ده تاخدهم كده وتقلبهم، بعد كده تلاقي بقى ايه اللي عامل زي حته الفول ده؟ ده الاسبلين. ده ايه؟ الاسبلين. حاضر.
حاضر. عشان ما اخلص الاسبرين مع باقي زمايلك. ده ايه؟ الليفر والجزر ده هم قلبهم كده ولا ايه؟ اسبلين. ده الاسبلين. الاسبلين هو ده كده. بقلب لقيت الاسبلين. انت بروح نروح اسمه. دي الجزر. ماشي؟ اه مشبوكين في بعض. السيبريشن اللي ما بينهم اسمه اسمس. اسمس الفرق اللي فاصل ما بين البروفين تروكلس والجزر ده اسمه اسمس اهو. ده الاسبلين. خلاص كله شاف الاسبلين. ماشي هنقول على البنكرياس واحنا جايين دلوقتي في الانتست. نيجي نكمل بقى الدايجستيف تراك بقى. عندنا الانتست. الانتستين منها يا جماعه ايه؟ سمول لارج ولارج. ايه ده؟ الريش ده اللي بوظ العينه ده. طبعا عندي السمول انتستين عباره عن ايه؟ ثلاث اجزاء. ديودينوم جيجينوم إليوم. اول جزء عندي اللي هو شكله يو شيب. حد ايده نضيفه؟ حد دخلت طرحه دي؟ لا دخليها في البلد. خلاص هتطلع لقدام. ايوه تسلمي تسلمي يا بركه. ده الديودينوم شكله يو شيب اهو. فين يو شيب؟ ايه بقى الاورجان الابيض اللي جوه ده بقى؟ ده البنكرياس. نقلب كده اهو واضح اهو. الابيض ده ايوه الابيض اللي ما بين التو ديودينال لوب هو ده البنكرياس. شفت البنكرياس يا خالد؟ لو سالت فيها تعرف تطلعه؟ حرف اليو. انت ايه اللي وداك هنا؟ ده الديودينو يو شيب. يو يو هو اللي طالع من بعد البروفن بروكراسي هو مش شايف اصلا شكله ولا عامل شايفه ده؟ يو شيب اهو. شايف الحاجه البيضة اللي في النص؟ ده البنكرياس يا خالد. عرفت البنكرياس فين؟ ليه؟ فات ايه؟ فات ايه يا حسين؟ لا لا بنكرياس. بنكرياس والله صدقني بنكرياس اهو. الابيض ده البنكرياس. ماشي بعد الديودينوم هلاقي ايه؟ الجيوجينوم. اعمل ايه وانا ماشيه في الجيوجينوم؟ بالراحه خالص امشي براحتي خالص. البتاع اللي باص ده نشيل الريش ده علشان ايه؟ نظبط الدنيا. استنى اما ننظف. استنى يا بيتر وقف لما ننظف. محد يا جماعه يشيل معايا الريش ولا انا اقعد اشيل لوحدي كده يعني؟ مع الدكتوره يا جماعه. بس ما تشدوش جامد عشان الانتست ما تقطعش. انفخ. يلا بعد الديودينوم جيجينوم. جيجينوم افضل ماشيه 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 بالراحه خالص لحد اما الاقي دي. ازاي ده؟ ازاي ده؟ ده ايه؟ ايوه انا ابزورب ديوكسك. ايه ده كده حصل لها ابزوربشن خلاص. الطبيعي ان بعد ما بيحصل ابزوربشن يوكسك الطبيعي طبعا بتاع بعد 3 ايام يحصل لها ابزوربشن يتبقى منها الريمننت. هي دي الريمننت بتاعتها اللي بتتبقى منها. دي الريمننت بتاعت اهي. دي الريمننت. لا دي الريمننت بتاعت اليوكساك. اسمها يوكساك دايفرتيكولوم. اسمها ايه؟ اسمها الدلدوله دي يوكساك دايفرتيكولوم اهي. شفتها اليوكساك دايفرتيكولوم دي بقى يا خالد بتفصل لي ما بين الجيوجينوم وما بين الاليوم. يبقى انا كده خلصت الجيوجينوم داخله على ايه؟ على الاليوم. انا داخله على الاليوم اهو لحد ما الاقي لحد ما الاقي الاثنين دول. طبعا ده بلادي سيكال كور كوكسيديا
فلاقي الاثنين بلايند ساك دول عباره عن ايه؟ دول التوسيكاي. وايه اللي مكمل معاهم في النص؟ الاليم. الاليم مكمل معاهم برضو لحد ما هما الاثنين ينتهوا. هما الاثنين في الاخر بينتهوا باتنين سويلنج صغننين كده، صغيرين خالص اهو، اسمهم ايه؟ تونسل. اسمهم ايه بقى على اسمه؟ اليو سيكال تونسل. اليو سيكال تونسل، عشان نهايه الاليوم مع السيكم. اليو سيكال تونسل ماشي. بعد كده دكاتره، ده ايه؟ اللارج انتستين بقى، الكولون والريكتم مع بعض، بس احنا ما بنقدرش طبعا نحددهم، هما الاثنين في لون واحد اهو. الجزء ده بس، ده اللارج انتستين اللي هم الكولون والريكتم. وريني كده يا دكتور الفرسه هنا. حاضر، ما انا جايه لها وجايه لها اهي، بس اصبر. بعد كده اخر جزء في الانتستين، جزء المثلث ده كله، شايف الجزء المثلث ده اخر جزء في الانتستين اهو، شفتوه؟ كله شايفه؟ اخر جزء في الانتستين اهو، ما هو مثلث. دي اسمها ايه؟ دي الكلواكه، تمام؟ كله شوف الكلواكه عامله ازاي؟ الكلواكه طبعا بتفتح من بره فتحه، فتحه الفينت، فتحه ايه؟ اهي الفينت. بعد كده هاجي على الكلواكه، امسكها اهو وارجع ورا كده، اشد لحد ما يظهر لي ايه بس، ما هي دي البرسه اوف فابريشيوس. الحاجه البيضه السويلنج اللي طلع ده، دي ايه؟ اهي دي البرسه اوف فابريشيوس، اللي برضو بيحصل لها اتروفي طبيعي. امتى؟ لما توصل للماتوريشن على 11 اسبوع كده لحد 14. برسة اوف فابريشيوس. حاضر، انتوا مستعجلين ليه كده؟ كله هيتقال والله. الشيكشن 3 ساعات ماشي؟ مش عايزه كلام بقى كتير. الساعه كام؟ 4 الا ربع. ماشي، هنخلص بالظبط زي كل ما بيتين هنا. قفلوا عليا الكليه والله، هيقفلوا وانا هنا؟ ما يقدروش يا ابني. دكتور، هو السكاشن كلها تبقى كده 3 ساعات ولا؟ اه سكاشن الدواجن والله 3 ساعات، عشان بعد كده في حالات وشرط. لو سكاشن نص ساعه كده بقول لنا قبلها. عايزه اوريكم كدني متفصله كده، شوف المره اللي فاتت ما كانتش واضحه اللوبس بتاعتي. صوره بيك. دي المشكله ان دي باظت. بايظه. دي مقرفة قوي. انت بتصور التنظيف يا بيتر؟ ايه يا بيتر؟ اصبر اما انضف. اصبر ما يصور الكنبة. ده دم متجلط. ده عفن، بدأ يعفن. اه والله بصي بقى، انا بعمل طاقه.